نعم. سمعتي على الاسعار ديال الفطر هابطه، ولكن الاسعار ديال رمضان باقا طالعه. المواد ديال الفلفل والفلفل، المهم الخضر ديال رمضان. البطاطا دايره 80 ريال. 80 ريال بالجمله. عاد هذا مسكين شحال غادي باش يجيبها بالترونسبور وباش غيبيعها 80 ريال دايره 4 درهم ليه بالجمله. عاد هذا خصو يزيد الارباح ديالو. مطيشة دايره 15 3600 3400 تما في البلاصه في عند الجمال. كطيح تما ب 110 ريال كطيح تما في البلاصه. 30 كيلو الصندوق فيه 30 كيلو ب 3000 ريال كتجيب 100 ريال الكيلو. مازال الخضره غاليه، مازال خصها تهبط. الخضره رخاص والخير موجود في البلاد، ولكن الفراشه اللي في الشارع العمومي يدخلوهم المخزن، يوقف مع الشارع ويدخلهم للمارشي، يدخلهم للمارشي. المارشي راه ولا مخرب. القرعه ب 40 ريال، البطاطا 60 80، مطيشه 60 80، خيزو 60 80، كلشي السلعه رخيصه. المصلحه ديال الشعب ايه؟ المصلحه ديال الشعب. الشعب غادي يتنفع. هادشي لبقى رمضان مزيان. لبقى رمضان من فوق الزين كاع. لبقى حتى الاثمنه. لبقى حتى الاثمنه وخا تزيد درهم كاع في الحاجه مزيانه. ها القلعه كنبيعها ب 40 شفر وفيه جوج كيلو كنبيعها ب 40 ريال راس. بوتنجان ب 40، الباربا ب 40، كلشي رخيص. ما كاينش عندنا حد لهم نبيعوهم. والربح اللي يجيبه الله ولا ما يجيش صافي، ما عندك ما دير. تخلي السلعه يومي اللي خاصك تبيعها. الخضره راه دابا راه اثمنه مناسبه. دابا الاثمنه مناسبه، في العشيه تلقى الخضره 3 دراهم. يعني مناسبه للجميع، ما تقولش لي شي واحد عنده الغلاء في الاسعار، شي حاجه اخرى منهم اللي المسؤولين عليهم، اما الاصغار ديال السوق مناسبه. واخويا الاسعار ديال الخضره كل شويه طالعه، حتى على حسب الشتاء والرحمه ديال الله سبحانه وتعالى، باقي ما نتمنى من الله الخير. هي الاسعار اخويا غاليه، حيت من الاسعار ديال المحروقات وداك الشيء هو اللي غلى، ترونسبور هو اللي ولا مغلي هادشي ديال الخضار وهادشي ديال. واخا طاحت اخويا شي شويه، ولكن عاوتاني على حسب التجاره ما خارجاش، فهمتيني شنو قلت. بالنسبه للتجاره عاوتاني، بالنسبه للتجاره عاوتاني ما كتمشاش فهمتيني، حيت القضيه شويه الجامع كما كتلاحظ جميع اسواق راه فيهم الخضره موجوده وداك الشيء، ولكن شو شويه البيع ثقيل. بالنسبه للحوم الدجاج داك الشيء كامل الاسعار دابا ديالو غاليه. الدجاج داير 400، اللحم داير 100 درهم 2100. واش الدرويش يعيش؟ الدرويش والو ما يعيش.